معكم. الحمد لله اليوم الدراري تقاتلوا، كانوا رجال على الطيران و سكوتوني كيف ما كنقولوا، حمروا لنا وجهنا وماشي زعما سهل، يعني كنا كنحلموا بها، يعني كنقولوا الا درنا نديروا التعادل مثلا النتيجه مزيانه، ولكن الحمد لله الدراري ما كيعرفوش هذا سميتها مستحيل. حنا 2-0 قدام مصنف ثاني عالميا اللي ماشي سهله، ولكن خصنا نخليو رجلينا في الارض واحد شويه باش انا الماتش الثالث ان شاء الله نقدروا غير نتعادلوا باش نسيكيوريزيو ان شاء الله ندوزوا للدور الموالي. علاش لا ما نطمحوش لما لا ندوزوا للناس النهائيه، الناس النهائيه على اقل تقدير لما لا النهائيه، بما انه اول مره في التاريخ كاس العالم كيتقدم في دوله عربيه. الحمد لله بالنسبه للاجواء راه كيف ما شفتوا، يعني انا كنت كنقلب على المشجعين البلجيكيين ما بانوليش بزاف، يعني 99% ديال المشجعين كانوا مغاربه، و سير بلا المنتخب بحال لاعب في كازا ولا في رباط ولا لاعب في المغرب. وعندي واحد السؤال رشيد، فين هو كورتوا؟ ما بانوش كورتوا اليوم، ما بانوش كورتوا. ماتش خارق للعاده، ماتش تاريخي، حنا فرحانين بزاف بزاف بزاف. كنقول الوالد الركراكي برافو عليك، قام بمباراه رائعه تكتيك مو تكنيك مو، دخل جواره فوق الكتاب ديالهم، دار لي شونجمون هما هذوك. واش غادي نقول لك، ماتش انا عمري غادي نساوي، المغاربه جامي غادي نساوها، ان شاء الله يكمل علينا بالخير، ندبروا المقابله اللي بقيت لنا، نجيبوا نقيطه ولا ثلاث نقاطين ندوزوا للدور الثاني، ولما لا ندوروا ندوزوا الادوار كثر من هذه، ما بقاش فرقه كبيره وفرقه صغيره، كل شيء بقى كيف كيف نفس النيفو. بلجيكا مصنفه الثانيه عالميا، لعبت نصف النهائي نتاع 2018 ربحنا وتعادلنا مع اللي لعب لا فينال، قاتلنا فرنسا ان شاء الله اللي دات الكاس، نتقابلوا معها في نصف النهائي ولا الكاس، وديما مغرب. بلاتي لحظه قايمين بالواجب عليهم، الحمد لله حققنا ثلاث نقاط غاليه اللي غتخولنا من حنا المباراه القادمه، يكفينا التعادل باش نتاهلوا الدور الموالي، ان شاء الله الدراري يجيبوا الفوز باش نتاهلوا المرتبه الاولى. واليوم راح نشوفوا مباراه ديال اسبانيا والمانيا، وان شاء الله نعرفوا الخصم ديالنا في الدور المقبل على التاهل ان شاء الله. وشكرا لكاع اللعابه، شكرا لجميع الجماهير المغربيه اللي جات لهنا بكثره واللي ساندت الفريق الوطني، قدم اداء جد جيد في هذه المباراه حتى المباراه السابقه امام كرواتيا. شكرا. اليوم داروا مقابله في المستوى، كانت تكتيكيا يعني على درجه عاليه من يعني من الانضباط، برافو للعابه، برافو للكراكي اللي عارف كيفاش يجيري 11 لاعب، وهذا الفوز هذا كيرجع بنسبه كبيره للجمهور اللي كان ساندهم طيله 90 دقيقه، وكذلك ان التغييرات تحسب للكراكي حيث ان الاهداف جات من تغييرين. بالنسبه للمستوى اللي شفنا دابا ما بقيناش نضربوا الحساب لاي فرقه، الحمد لله تعادلنا مع كرواتيا اللي هي وصيفه بطل العالم في روسيا، حاليا ربحنا بلجيكا اللي هي مصنفه وراء البرازيل المركز الثاني. احنا ما غاديش يهمنا دابا نشوفوا كندا، ندوزوا كندا بعدا، وان شاء الله اللي جا يا اسبانيون يا المان اللي جا مرحبا به. وش غنقول لك، وشكرا لدولة قطر على الاستضافة، كيف كتشوف الجماهير المغربية والجماهير العالمية كلها، كل شيء مرتاح موفر لينا، كل شيء اللي أكثر ما كانت الفيفا يعني كتطلب منهم، بإمكانك يعني يعني تسول جميع الجماهير. الحمد لله هذا العام هذا لاكوب هذا غادي يكون غادي يديروا فيه شي حاجه زوينه ان شاء الله، نتمنى اقل حاجه دومي فينا ان شاء الله. شكرا والله يسر الامور. مزيان شحال حنا كنتسناو هذه الفرحه، الجماهير المغربيه خرجت للشارع في المغرب وفي قطر، نحن فرحانين، حنا فخورين بوليد الركراكي ووليداته، وان شاء الله ان شاء الله ندوزوا الدور الموالي حنا والمنتخب المغربي. بغيت فقط نشكر الجماهير السعوديه والعربيه اللي شجعتنا اليوم، ماشي غير المنتخب المغربي اللي كان المشجعين المغاربه اللي كانوا كيحوتوا، ولكن حتى الاخوان ديالنا العربيين. ان شاء الله ان شاء الله مربوحه الماتش الجاي ان شاء الله، ونزيدوا نكملوا ونزيدوا نواصلوا. السلام عليكم، ما شاء الله نورتونا اليوم، كانت مباراة جميلة في استاد 974 قطر، وما شاء الله يعني من منتخبات عريقة في شمال افريقيا، وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفكم حاملين الكاس، تحياتي لكم.